بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. النهاردة 23 رمضان وهو يوم جمعة، وإحنا طبعا في العشر الأواخر، أيام مباركة ونفحات من الله عز وجل بالنهار وبالليل وفي كل وقت، وإن شاء الله فرصة كبيرة للمسلم إن هو يدعو الله عز وجل كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عنا. وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله. يعني أيام قليلة جدا تبقت من رمضان وليالي قليلة، لكن هذه الليالي وهذه الأيام فيها الكثير من الخير، وما أحوجنا لاستغلالها. عسى ربنا عز وجل يقبلنا جميعا ويغفر لنا ويعفو عنا، إنه هو الغفور الرحيم. طبعا نذكر حضراتكم بجزء الليلة إن شاء الله، الليلة هي ليلة 24، الجزء الرابع والعشرين، بيبدأ من آية الكريمة في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، صدق الله العظيم. أيضا في هذا الجزء الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا بك شيخ جعفر. وسهلا ومرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والإخوة الأحبة فريق البرنامج بلا استثناء، كل منا يسدد ويقارب، وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام دكتور. دكتور، طبعا اليوم يوم الجمعة وفي العشر الأواخر من رمضان، وطبعا المسلمين يتحروا ليلة القدر في هذه الليالي، فلو تطلعنا دكتور مثلا على مسألة يعني سلوك المسلم في هذه الأيام. إن شاء الله تعالى. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرمة بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على حمدهم، فاكتب اللهم لنا مثل هذا الحمد وعدده في مثله في مثله وكذا دوليك، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك لك ذكرى وأعظمهم لك شكرا وخشيا وعندك قدرا وأجرا. والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولسيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم شهادة مثل شهادتك لنفسك بها، ومثل شهادة ملائكتك لك، ومثل شهادة العلم من خلقك لك بها، في قولك شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم علما بلا إله إلا الله كما أمرت حبيبك ومصطفاك في صورة القتال فقلت فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشهادة لسيدنا محمد بالنبوة والرسالة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، أكمل وأتم ومنتهى ما في علمك من العدد والمدد والوزن والملء، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرمة بدوامك. ومع كل صلاة وتسليم مني أو من أحد من خلقك عليه فاكتبنا الله، فإنا نؤمن على صلاتهم وسلامهم، فاكتبنا اللهم من المصلين والمسلمين عليه معهم، واكتب لنا مثل هذه الصلاة ومثل هذا السلام وعدد في مثله في مثله، وهكذا دوليك في عدد ومثل صلواتك وسلامك عليه في علمك في ملكك في دوامك، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرمة بدوامك، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وفضلك وطولك أقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامة. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. وبعد، فإن في هذه الدقائق المباركة يعني يؤذن للمغرب في بعض دول العالم الإسلامي الآن، وإنا لننتهز في هذه الفرصة ونتوجه الله تعالى بالدعاء. فللحديث الصحيح: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فاللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحفادنا وأصباطنا ما تناسلوا إلى يوم الدين، وإخواننا وأخواتنا نسبا وصهرا، وإخواننا وأخواتنا فيك يا رب العالمين، وأحبابنا فيك يا رب في علمك في ملكك في دوامك. اجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى بغير سابقة عذاب ولا سالفة حساب ولا عتاب، اكتبنا من عتقائك من النار،
اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإنك لا تخلف الميعاد. يا من كان وعده مأتيا، يا من وعده غير مكذوب، يا من وعده غير مكذوب، يا من كان وعده حقا، ندعوك أن تجعلنا من عتقائك من النار، وألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا غير غضبان، غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتين ولا مفتنين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى، اجعلنا ممن تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اجعلنا كما سنتلو في هذه الليلة في الجزء الرابع بعد العشرين ممن تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ولا تجعلنا ممن تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، ولا تجعلنا ممن تتوفهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بوجهك الكريم، بوجهك الكريم يا رب العالمين، بوجهك الكريم يا رب العالمين. اجعل رمضان راحلا بذنوبنا، فقد تكون هذه الجمعة قد تكون آخر جمعة في رمضان ربما، إذا كان الشهر 29 يوما فربما تكون هذه الجمعة، فاجعله ربي راحلا بذنوبنا، اجعله راحلا بهمومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء حزننا ودستور حياتنا يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى رحمتك منزلة. وبعد، فإن سلوك المسلم في هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان هو سلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة الذي قال المولى عز وجل عنه في سورة الأحزاب في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله في الجزء الحادي والعشرين في الجزء الحادي والعشرين مما مر معنا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي العشر الأخيرة أنه كان إذا دخل العشر الأواخر جد وشد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أحيا ليلة وأيقظ أهله، لأنه خيركم خيركم لأهله، لا ينهض إلى الصلاة والعبادة والإحسان وعمل الصالحات ويترك أهله نياما، يعني لا، أحيا ليله وأيقظ أهله، فخيركم خيركم لأهله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. جد وشد المئزر ويعني أحيا ليله وأيقظ أهله، لماذا؟ لماذا؟ طلبا لليلة العمر. معي دكتور نعم حبيبي ليلة العمر، بس إياك أن تذهب بعيدا. لا، ليلة العمر هنا في عرف الكتاب والسنة. ليلة القدر ليلة العبادة فيها الجزاء والثواب والأجر عليها يعادل ثواب وعبادة 83 سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة القدر. هذا هذه فضيلة وخصيصة بنص القرآن الكريم حيث قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر لما تقسم ألف شهر على 12 عدد أشهر العام لقوله تعالى إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يبقى يكون الناتج 83 سنة وأربعة أشهر ليلة العمر. يا رب يا رب ارزقنا بركتها، يا رب من علينا بخيرها، من علينا بخيرها يا رب، من علينا بخيرها. وبعدين الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه جيدا، يغلب على بعض الناس وربما حتى على طلبة العلم أنهم يحددوا ليلة من الليالي. أي نعم. 27 23 21. واسمح لي أقدم بهذه المقدمة أولا. تفضل دكتور. من خصائص هذه الليلة المباركة، من خصائص هذه الليلة ليلة العمر، أن الله تعالى أنزل فيها سورة من سور القرآن الكريم كله. ليلة خصها الله تعالى بسورة. أي نعم. وهي سورة القدر. هذه معلومة أولى. الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. هذه واحدة. الثانية، سورة القدر خمس آيات. سورة القدر خمس آيات. خمس آيات نعم.
وبعض الأحاديث الرسول أوصى فيها بأن نتحرى ليلة القدر في الليالي الأوتار. الليالي الأوتار. أي نعم. والليالي الأوتار خمسة. يبقى سورة القدر عدد آياتها خمس آيات. والليالي الوترية في العشر الأواخر خمس ليالي. ليلة 21 23 25 27 29 هذه واحدة، يبقى هي حتما فيها. أيضا بعض العلماء يقولون اجتهادا، يقولون إن المضاف والمضاف إليه ليلة القدر، هذا المركب الإضافي ليلة مضاف والقدر مضاف إليه تكرر ثلاث مرات. الآية تقول إن أنزلناه في ليلة القدر. أي نعم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر. هذا المركب الإضافي مجموع أحرفه تسعة أحرف. تسعة أحرف. لما تضرب ثلاثة، مدام تكرر ثلاث مرات، تضرب ثلاثة في تسعة يبقى الناتج كام؟ 27. أنا كنت قسم أدب، أنت حر يا حاج طارق. ثلاثة في تسعة 27. بعض العلماء يجتهد يقول ليلة 27. من هذا أيضا بعضهم يقول عدد كلمات سورة القدر، عدد كلمات، احنا قلنا عدد الآيات خمسة، لكن عدد الكلمات 30 كلمة. الضمير أعرف المعارف مر على أبنائي وإخواني وأخواتي في طلب العلم أكاديميا، درس في اللغة العربية النكرة والمعرفة. والضمير أعرف المعارف، المعرفة العالم واسم الإشارة والاسم موصول والضمير وهكذا. والمعرب بالإضافة والمعرب بألم، الضمير أعرف المعارف. فبعض العلماء يقول إن لما كان عدد كلمات سورة القدر 30 كلمة، والضمير هي أعرف المعارف، فالضمير هي رقمه في بين كلمات السورة الكريمة رقم 27. كل ذلك اجتهادا، لكن لا نص عليه صريح في القرآن، ولا نص عليه صحيح في السنة النبوية المطهرة، لأن الرسول دعا إلى التماس ليلة القدر في الليالي العشر، والليالي العشر منها ما هو وتري فردي، ومنهم هو شفعي زوجي. ولذلك في بعض الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. معايا خطارك حبيبي؟ ليلة هي ليلة 29 ولا ليلة 30؟ أيوة هو بقى هنا بقى دي معلومة مهمة جدا. إن قد تكون ليلة القدر ليلة شفعية، وقد تكون ليلة وترية. الحديث يقول الصحيح التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. آخر ليلة إذا كان الشهر 29 يبقى آخر ليلة كام؟ يبقى ليلة 30. إذا كان الشهر 29 ليلة 29 يبقى ليلة 28. يبقى ليلة 29 ليلة إيه؟ ليلة وترية. وترية. نعم. فردية. وإذا كان الشهر 30 يوما يبقى آخر ليلة ليلة 30 وهي ليلة إيه؟ شفعية. يبقى مع شفعية زوجية، هذه واحدة. الثانية هذا معناه، وهذا ما عليه أرجو التنبه، هذا ما عليه المحققون من العلماء، أن ليلة القدر متنقلة بين الليالي العشر الأخيرة وليست ثابتة. متنقلة وليست ثابتة. وما ورد من روايات صحيحة عن بعض السلف الصالح، وما ورد من أقوال صحيحة السند والمتن عن بعض السلف الصالح تعيينا لها ليلة 21 أو 23 أو 27 أو 24 أو 25، ذلك في عامهم الذي كانوا فيه، في عامهم هم، في سنتهم هم، لأنها متنقلة وليست ثابتة. ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه فداه أبي وأمي أري ليلة القدر تعيينا، أري ليلة القدر تعيينا. يعني تعيينا يعني ليلة 21 أو 23 أو 27 أو 25 تحديدا. ثم هم بالخروج إلى الأمة ليخبرها بليلة القدر تعيينا وتحديدا، إلا أنه سمع أصوات خصوم على باب غرفته، أصوات خصوم، صحابة مختصمين فيما بينهم، وتتعالى أصواتهم على بعضهم على باب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنسيها رسول الله، أنسيها أنساه الله تعالى إياها، فرفعت. بعض الروايات فأنسيتها، بعض الروايات ولذلك يقول تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذا استثناء. شاء الله. أي نعم. يبقى شاء الله ذلك لحكمة يعلمه. وبالمناسبة هذه مناسبة، هذا الحديث يدل على خطورة فساد ذات البين.
أي نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والقيام؟ اللي هو النوافل، الصلاة النافلة والصيام النافلة والقيام النافلة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. أي نعم. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. بسبب الخصومة اللي كانت بين بعض الصحابة وبعضهم البعض، الرسول عليه الصلاة والسلام أنسي ورفع عن الأمة تعيين ليلة القدر، لم يرفع فضلها. أرجو التنبه، رفع تعيينها وتحديدها ولكن لم يرفع فضلها، لأنه لو رفع فضلها فعلى ما يقول النبي: التمسوا ليلة القدر في الليالي العشر الأواخر من رمضان. أينا. طب دكتور معلش، واحنا بدأت ترد الاتصالات لينا، ومعنا الأخ محمود إن شاء الله، هناخد الأخ محمود إن شاء الله في يعني خلال الحلقة نسترجع أيضا الموضوع. أبو محمود اتفضل. أبو محمود سمعنا؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. كل سنة طيبين. وأنت طيب وصحة وسلامة. كل سنة طيبة يا دكتور جعفر، ربنا يبارك فيك. وأنتم حبيبي، وأنتم وجميع المسلمين في علم الله. عندما أسمع حضرتك يعني أجد أن القرآن يتنزل من فمك كما يتنزل الماء من أعلى الجبل. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ويجعلنا وإياكم من يقرأ. سؤالين سؤالين أستاذ طارق. تفضل. السؤال الأول: لو اجتمع العيد، يعني عيد ممكن يبقى إن شاء الله يوم الجمعة، إن شاء الله صلاة الجمعة وصلاة العيد. تمام. عايزين نفهم بس من الدكتور جعفر. تمام. الحاجة الثانية سجود التلاوة الواحد يقرأ في القرآن، هل في أوقات محرمة ما نسجدش فيها سجود التلاوة؟ تمام خلاص، جزاكم الله خيرا حبيبي، ربنا يبارك فيك. السؤال الأول دكتور عن مسألة اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة. أشكر الأخ الحبيب أبو محمود، جزاه الله خيرا، وأؤمن على دعائه، و يعني أدعو الله تعالى أن يجزيه وأمثاله عن مثل هذه المشاعر الجياشة الطيبة، وتلك مشاعر المؤمنين، فالمؤمنين بعضهم لبعض يعني متعاونين متناصحين ولو كانوا متباعدين، والمنافقون بعضهم لبعض غششة وإن كانوا متقاربين، كما ورد بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فشكرا لهذه المشاعر. وفي الحديث الصحيح: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما بالنسبة لإذا ما إذا 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 اجتمع العيدان، طبعا احنا قلنا أكثر من مرة يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي. أي نعم. وسنة أن يهنئ المسلمين بعضهم بعضا. والجماعة اللي عندهم إبداع في التبديع اللي عندهم إبداع في التبديع يقول لك: ما تقولش جمعة مباركة، ده بدعة. يا شيخ يا شيخ، بطل إفتاء، يعني عفوا، يعني الرسول سماها عيد، سمى يوم الجمعة عيد، وقلنا هذا كم أكثر مرة. فلا بأس بأن يهنئ الأخ أخاه بيوم الجمعة ويقول له جمعة مباركة، بل يدعي له عمر مبارك، مش جمعة مباركة، لا، عمرك مبارك كله. فالمسلمون يدعو بعضهم لبعض، يعني اللاحقون يدعون للسابقين، والمعاصرون يدعو بعضهم لبعض، كما قال تعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا اجتمع في الجمعة عيدان، عيد الجمعة الأسبوعي والعيد السنوي عيد الفطر، لعل أخي الحبيب أبو محمود يعني يقصد بسؤالي هذا، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فهل صلاة العيد تكفي عن الجمعة؟ لا، صلاة العيد لا تكفي ولا تغني عن الجمعة، لأن صلاة العيد سنة. صلاة العيد سنة، لكن صلاة الجمعة فرض عين، ولذلك تغني عن صلاة الظهر، فمن صلى الجمعة فلا ظهر عليه. فلذلك من صلى العيد لا يعني ذلك أنه تسقط عنه الجمعة، إنما عليه أن يصلي الجمعة إن شاء الله ويحرص عليها، وإلا إذا لم يصلي الجمعة صلى الظهر، لأن الجمعة بتحل محل صلاة الظهر على كل مسلم في كل أسبوع وكذا. هذا لعل أخي أبو محمود ما أراد بسؤالي هذا. يعني دكتور يعني دكتور اللي صلى العيد ممكن يصلي الظهر، مش لازم يحضر خطبة الجمعة، ولا لازم يحضر خطبة الجمعة؟ الجمعة هو الذي أريد أن يركز عليه، أن أضحض الفهم أو الوهم عند البعض أن صلاة العيد تغني عن الجمعة. أي نعم، لا تغني. لا. اللي حدث إن في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان الصحابة بيتقاطروا من أطراف المدينة ليصلوا مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكان هناك أهل العوالي اللي هم في المناطق البعيدة في خارج المدينة خالص، فبيشق عليهم أنهم ينزلوا في اليوم مرتين. فبالتالي إذا نزلوا العيد
فالرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم أنهم يكتفوا بهذا النزول، ولكن يصلوا في ديارهم، يصلوا الجمعة ويصلوا الظهر، ولكن لا تغني صلاة العيد عن الجمعة. وذلك الرسول قال وإنا لمجمعون، يعني إحنا هنصلي الجمعة، يعني الرسول نفسه لم يترك الجمعة مع أنه صلى العيد. نعم جزاك الله خير، وضحت دكتور والله جزاك الله خير. سؤال الثاني عن مسألة هل في بعض المواضع يحرم فيها سجود التلاوة؟ لا، السجود التلاوة يعني في القرآن الكريم كما قلنا لعلنا في بعض الحلقات السابقة 14 آية سجدة تلاوة، 14 سجدة تلاوة. يعني وقلنا في الأسبوع الماضي في الجزء السابع عشر، الجزء السابع عشر لما تحدثنا الجمعة الماضية، قلنا الجزء السابع عشر عندنا سورة الأنبياء وسورة الحج. وقلنا إن هو دكتور معلش حضرتك ذكرت بأن هم 14 موضع سجدة تلاوة، في بعض الإخوة في التعليقات على هذا المقطع كانوا قالوا أن هم 15 سجدة، فلو توضح لنا هذا الأمر هم 14؟ حاضر شباب. هو على كل حال هو البعض اللي بيعدهم 15، البعض بيقف عند سجدة صاد بيقول أنها سجدة خاصة بسيدنا داود. أي نعم، وخر راكعا وأناب سورة الصاد. فلذلك البعض يعني عفوا يقول إنها سجدة خاصة بداود عليه السلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا بذلك بـ15، لأن الرسول قرأ هذه السجدة وسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يقتدي بإخوان الأنبياء السابقين كما في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، بعد ما ذكر مجموعة. وقلنا أن سورة الأنبياء سميت سورة الأنبياء لأن الله تعالى ذكر فيها 16 رسولا و17 السابع سيدنا محمد، لكن 16 رسول بالأسماء، والرسول ذكر بالضمائر وبالخطاب يبقى 17، ولم يذكر هذا العدد في سورة أخرى من سور القرآن كلها إلا سورة الأنبياء مذكور فيها 18. فربنا ذكر في سورة الأنعام عدد من الأنبياء، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالرسول قرأ سجدة صاد وسجد، آية سجدة صاد وسجد اقتداء بأخيه داود عليه السلام، فبالتالي يكونوا 15. فالمهم المجموع 14 على المتفق عليه، 15 على العدد الآخر. هذه الآيات إذا تلاها المسلم أو استمع إليها، إذا تلاها أو استمع إليها يسن له أن يسجد سجد التلاوة سجدة واحدة فقط، الله أكبر، ويسجد سجدة واحدة فقط. ويشترط لسجدة التلاوة ما يشترط لسجدة الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة البدن والثوب والمكان، شروط ثلاثة: ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة الثوب والبدن والمكان. طيب إذا كان غير قادر على السجود، ركب في السيارة لا يستطيع أن يسجد، غير متوضع، يكفي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وقد قلنا دليل ذلك في سورة الإسراء في قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرؤون الأذقان سجدا ثم يقول ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذا دليل على أنه من لم يتمكن من سجد التلاوة أن يسبح فيقول ذلك. وأيضا لو أنه كان بيقرأ الآية في الصلاة وهو إمام أو يصلي منفردا وقرأ سجد التلاوة له ثلاث حالات: واحد يسجد سجدة التلاوة ثم يرفع ويكمل من حيث انتهى، ويكمل حيث انتهى. اثنين له أن يركع ويكمل صلاته بعد ذلك. ثلاثة له ألا يركع وألا يسجد وأن يكتفي بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله والقوة بالله، ويستمر في تلاوة الآيات إلى أن يأتي إلى ما القدر الذي قدره النفس حتى يركع. جزاك الله خير دكتور. الأخت أم هبة من مصر، أم هبة تفضلي. أم هبة سمعانا؟ طيب يبدو راحت مننا. دكتور في أخ كريم أرسل سؤال عبر الواتساب بيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، يسأل يقول ماذا عن الكبائر، كيف تغفر، وهل إقامة الحد شرط لقبول الله عز وجل توبة العبد إذا ارتكب كبيرة؟ أولا الحديث صحيح، الأخ الحبيب اللي سأل كتب هذا السؤال الحديث الذي ذكره صحيح، العمرة طول العمرة ورمضان رمضان والجمعة الجمعة والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. أي نعم. ومعنى هذا إن هذه الأعمال الصالحة الجمعة والصلاة الخمس والعمرة ورمضان، هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، تغفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، أرجو الانتباه لذلك. ويدل على هذا أيضا طبعا حديثنا يقول إن اجتنبت الكبائر،
أيضا يدل على هذا قوله تعالى في سورة النساء، سورة النساء يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بمجموع هذه الآية الكريمة سورة النساء وهذا الحديث الصحيح يستفاد أن المسلم الذي يؤدي الفرائض من الصلوات الخمس والجمعة والعمرة والحج ويجتنب الكبائر الله تعالى يغفر له الصغائر. طيب الكبائر ما المصير فيها؟ لابد للكبائر، لابد الكبائر من التوبة، والتوبة بشروطها. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، أن يقلع عن الإخلاص لله تعالى. اثنين الإقلاع عن الذنب. ثلاثة الندم عليه. أربعة العزم على عدم العودة إليه. خمسة إذا كان الذنب في حق أحد من الخلق في عرض أو مال أو دم عليه أن يتحلل منهم، يتحلل منهم، لأنه لا يدخل الجنة أحد عليه شيء لأحد من الخلق إطلاقا. في الحديث الصحيح إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار لمظالم كان بينهم يتقاصونها. القصاص، القصاص. فالكبيرة لابد لها من هذه الشروط: الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود، الندم عليه، وبعدين أداء الحقوق إن كانت في عرض أو مال أو دم، لأن حقوق الله قائمة على المسامحة. الله يسامح في حقه، لكن حقوق العباد قائمة على المشاححة، يعني على الشح. عض قلبي ولا تعض رغيفي، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهنا مناسبة لنبين الفرق بين الشح والبخل. البخل إنك تكون بخيل عن نفسك، أنت حتى مالك معاك أنت بخيل عن نفسك، ولذلك يقول تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إنما الشح إنه عفوا ماله معاه ولكنه عينه مش مليانة بماله، عينه زايغة على مال اللي عند غيره، يمد عينيه إلى ما عند الآخرين، يريد أن يضم ما عندهم إلى ما عنده، هذا الشح. ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كانوا قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني الأبو 99 طمعان في اللي عنده، في اللي عنده واحد عايز ياخده عشان يكمل 100 وهكذا والعياذ بالله. نعم. سؤال دكتور لأخ، احنا معنا الأخ أبو أحمد من مصر. أبو أحمد اتفضل. أبو أحمد سمعنا؟ أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. يا أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب وشيخنا العالم الشيخ جعفر. سؤال بس لو سمحت. اتفضل. معايا أنا أخويا متوكل طيب، يعني هو متزوج ومعه ولد ومش معاه منزل وساكن معايا مؤقت. فهو ينفع اني انا زكاة المال افتح له حساب واشيلها له باسمه وبعد 5-6 سنوات مثلا اشتري له شقة بيهم؟ افتح له حساب دولاري باسمه بحيث ان يحفظ قيمة الفلوس. طيب هل انت مسؤول عن مصاريفه يا اخو احمد ولا هو بس عايش معاك؟ يعني هو حضرتك عايش معايا بس هو موظف وبياخد 3300 جنيه، وهو معاه ولد وفي نفس الوقت ال 3300 بيكفوه اكل وشرب. انا عاوز اديله الزكاه دي بحيث ان هو ابني له شقه، اجيب له شقه يعني بيها. تمام. بعد 5 سنوات مثلا 6 سنوات زي كده. تمام. طيب افتح له حساب دولاري بحيث ان يحافظ على قيمه الفلوس. تمام. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. دكتور الاخ احمد بيسال ان هو شقيقه عايش معاه في نفس البيت بيعمل ولكن مرتبه بيكفي فقط الاكل والشرب، يعني بيسال هل يجوز ياخد زكاه المال بتاعته ويعينها في حساب في البنك بالدولار حتى يتكون منها مبلغ كبير يشتري بها شقه لاخوه؟ طيب اولا اشكر الاخ الحبيب جزاه الله خيرا على مشاعره الطيبه، واسمح لي قبل بس ما ادخل في اجابه على السؤال ارجع الى السؤال بتاع السؤال السابق الاخ اللي بيسال عن الحد، هل لابد من اقامه الحد على الكبيره؟ نقول اذا اقيم الحد الجمهور العلماء بل ربما يكون بالاجماع ان الحدود زواجر وجوابر. جوابر يعني ايه؟ تجبر الذنب اللي وقع ده، وزاجر اللي يقيم عليه الحد انه لا يرجع مره اخرى، وزاجر لغيره من تحدث نفسه ان يفعل هذه الكبيره انه اذا فعل هذه الكبيره سيلقى نفس المصير. هذا معنى العلماء الحدود زواجر وجوابر. والنص الكريم يقول فيه النبي صلوات يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا بتنتفنوا بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوا في المعروف، فمن وفى منكم فاجروا على الله،
ومن أصاب من ذلك شيئا، وإذا نص الحديث فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا اللي هي الكبائر المتعلقة بحقوق العباد في العرض أو في المال أو في الدم، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ستره الله، ربنا ستره، حي ستير، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يبقى ده في المشيئة، مشيئة الله، إما أن يعفو الله تعالى عنه بمشيئته أو أن يعاقب الله تعالى بمشيئته، والله تعالى يعني إيه يحب العفو، ولذلك من دعائنا في العشر الأواخر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالأخ يسعى كما في الحديث الصحيح، من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض أو مال فليتحل منها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، إلى آخر الحديث. طيب، أما بالنسبة لسؤال الأخ الحبيب، هل أخوه يعيش معه في كنفه وهو الذي يتولى الإنفاق عليه ويأكل معه في وعاء واحد، ولا مستقل عنه في معيشته؟ هو عايش معه في نفس السكن لكن مستقل في المعيشة. خلاص مستقل، وبالتالي هو يقول إن راتبه 3000 وأنه فقط بيكفي الأكل والشرب. نقول للأخ الحبيب ضروريات الحياة 6، ضروريات الحياة 6: مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب ومنكح. أينا. مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب ومنكح. فالثلاث آلاف يعني ما فيش هيكفوا ايه ولا يوفوا ايه؟ فبالتالي لسه باقي مطالبات الحياة اللي هي كما قلنا مرة ثالثة اهو: مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب ومنكح. طيب، يبقى ب3000 يكفوا الاكل والشرب. هل ممكن اعطيه زكاه؟ الاخ يعطي زكاته، يعطي زكاه ماليه لاخيه؟ نعم، لانه بذلك يكون مستحقا. والنص الكريم في الايه 60 من سوره التوبه، قلناه مرارا ونتكلم في هذا البرنامج المبارك، يقول تعالى في الايه 60 من سوره التوبه: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. مصارف الزكاه 8، بداها الله تعالى بالاشد حاجه هو الفقير. مفيش حتى مفيش ميه، يعني حتى الميه فأشد حاجه. ثم سن بمسكين، والمسكين عنده شيء ولكن لا يكفيه. ولذلك كما قلت في المثل بيقول لك: من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. يعني او كما قال تعالى، وهذا المثل اصله في القران الكريم، يقول تعالى في سوره البقره وقد قلنا من قبله: ما من مثل من امثال الشعوب على اختلاف جنسياتها الا وله اصل في كتاب الله عز وجل، وعندنا علم من علوم القران الكريم يسمى علم الامثال. يقول تعالى في سوره البقره: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، لا يستطيعون، مش عارف يحصل على تأشيرة، مش عارف يسافر، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عنده عفة نفس وعنده عزة نفس، لا يسأل، لا يعرف حاله إلا المخالط له ووثيق الصلة به وقوي العلاقة به. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. والقرآن الكريم النهاردة الجمعة، واللي لسه عندهم يوم الجمعه لم تغرب الشمس الان ولم يقرأوا سوره الكهف، نذكرهم بتلاوه سوره الكهف سنه عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في سوره الكهف ايه تثبت هذا المعنى، الله تعالى يقول في اخر ربع: اما السفينه فكانت لمساكين. الجماعه عندهم سفينه ومع ذلك ربنا سموهم مساكين، يبقى فيه دخل ولكن لا يكفي. والحديث مع هذه الآية الكريمة يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيعطى. حدش يعرف حاله، محدش يظن أنه هو محتاج، ولا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له. فيجوز لهذا الأخ السائل الكريم أن يعطي زكاة ماله لأخيه ليتمكن من أن يعني يوفر له سكنا يقره من الحر والبرد إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويعظم الله تعالى له الأجر، فيكون له على أجر في هذه الزكاة يعني أجر الصلة وأجر الصدقة إن شاء الله تعالى، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده معناه دكتور أنه هو يعني هيحوش فلوس الزكاة عدة سنوات، فيش مشكلة ما في بس. الحديث يقول: إذا أعطيتهم فأغنوا. يعني أنا لم أعطي زكاة أعطي حتى أغني. ولذلك أنا يعني عفوا أعطي، العلماء يقولون الآية الآن قلنا الآية 60 بتحدد مصارف الزكاة 8، هل معنى ذلك أنني أعطي زكاة للثمانية دول؟ ولا ممكن أخص بزكاتي مصرف منها؟ أعطي زكاتي لمصرف الواحد منها حتى إذا أعطيته فأغني. الحديث يقول: إذا أعطيتم فأغني، لا بأس بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير دكتور. الأخ أبو هشام من مصر، أبو هشام اتفضل.
أبو هشام سمعنا؟ سؤال بس واحد. تفضل. عاوز بس هل يجوز الابن يزكي على أبوه؟ يزكي على أبوه، هو قاعد معاه برضه في البيت، يعني الابن ده مش متجوز، هو قاعد معاه برضه في البيت، بس هل يجوز إن هو يزكي على أبوه، خصوصا إن أبوه مثلا قاعد بقاله 3 شهور من الشغل أو 4 شهور. يجوز إن أنا يجوز الابن يزكي على أبوه في زكاة الفطر؟ ولا لأ؟ يديله زكاة الفطر تقصد؟ اه يديله زكاة الفطر. اه تمام. السؤال وهو الابن قاعد مع ابوه برضه في بيت واحد برضه، يعني في شقه واحده. تمام. بس الاب يعني قاعد بقاله 3 شهور من الشغل وبتاع، فالعمليه مأزية معاه شويه. تمام. طيب العبارة غير محررة في السؤال. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. خليك معانا يا أخ أبو هشام. هو السؤال دكتور إن هو يعني الأب عايش مع ابنه في نفس البيت، الأب بقاله 3 شهور ما بيشتغلش، فظروفه المادية أصبحت صعبة، والابن نفسه بيشتغل. السؤال هل يجوز للابن إن يعطي لهذا الأب اللي عايش معه في نفس البيت زكاة الفطر؟ يعطي له؟ لا. اه. لا لا لا. الزكاة لا تعطى لأصل ولا لفرع. أي نعم. ده في ابن يعطي لأبيه زكاة ماله. دي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ابن يعطي زكاته لما يعطي زكاته لأبيه وأمه، ده يعطيهم من حر ماله، يطعمهم كتفة، أبويا أطعمه لحمي ودمي، أعطيه حب عيني، أبويا وأمي الأصول والفروع. لا أنا لعل السؤال غير كده، لعل أخونا يقصد أن ابنه يطلع عنه زكاة الفطر مش يعطيه زكاة الفطر. إذا كان الأخ معنا ما زال على الخط. أبو هشام أنت ما زلت معنا؟ أبو هشام هو يده مش موجود دكتور. يزكي عنه آه، لكن يعطي لأبوه زكاته؟ يعني أي ابن، أي بر هذا؟ الابن اللي يخلي أبوه يحتاج. أنت ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول في الأسرة تفلت الأسرة. طبعا القاعدة الأصولية أن الزكاة لا تعطى، الزكاة لا تعطى لأصل ولا لفرع. أصلك مين؟ معايا سلطان أبي؟ نعم. أصلي مين؟ أبويا وأمي. أبويا وأمي أنا أكلهم لحم كتافي. أي نعم، أنا مسؤول عنهم. لا أعيش عيشة رغدة وأسيب أبويا محتاج. أي نعم. أي بر، أي إحسان هذا؟ يعني عندما كنت صغيرا استلمك أبوك وأنت في خرقة، في لفة، في لفة، وعطف الله قلب والديك عليك حتى اشتد عودك وقوي ساعدك واشتد ساقك ومشيت وسعيت. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فالزكاة لا تعطى لأصل ولا لفرع. يبقى الأصل الأب والأم، لا أعطيهم زكاة مالنا، ما أعطيهم حر مالي، ولا تعطى لفرع، الفرع الابن والبنت. أنا ما أعطي الزكاة لابني، أنا أعطي ابني يعني أطعمه، يعني يقول ولده كما في الحصة أطعمني وإلا فمن، وتقول المرأة أطعمني وإلا طلقني، لكن الولد يقول أطعمني وإلا فمن. ولذلك يقول تعالى في مسألة التكافل الأسري، لما الآباء كانوا بيعانوا من الفقر وكانوا يريدون أن يتخلصوا من أولادهم حتى لا يتكبدوا نفقات عليهم، الله تعالى طمأنهم فقال نحن نرزقكم وإياهم، سورة الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بسبب الفقر اللي بتعانوا منه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قدم الآباء لأنهم كانوا بيعانوا من الفقر، ولكن في سورة الإسراء يقول تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الأب والأم عايشين ميسورين وعيشة هنية، ويعني وفراخ الجمعية وعيشة مبسوطة، لكن مش عايزين أولاد، خايفين عليهم من الزمن والزمن اللي جاي أصعب والغلاء في ازدياد وهكذا. فقال لهم لا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية هنا مفعول لأجله، كأن سأل فقال لماذا كانوا يندفعون إلى قتل أولادهم، قال خشية أي حذرا وبسبب الفقر الذي يتخوفون عليهم، فطمأنهم الله فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نعم. وصل الدكتور. طب الدكتور نعم. هو للأسف لسه 3 دقايق معنا الأخ محمد من إيطاليا. أستاذ محمد اتفضل باختصار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الفوز الرابع بعد 20 حق طارق. سؤال قبل كده، هل تجوز الصدقة عند صديق لنا عنده أرض وظروفه المادية متعسرة؟ تصدق عن صديق ظروفه المادية متعسرة؟ وهو عنده أرض، عنده أملاك. عنده أملاك؟ طب عنده أملاك وما يقدرش يتصرف فيها يعني؟ ما يقدرش يتصرف فيها لأن بتاعت ورثة. تمام، طيب خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله. دكتور الأخ محمد بيسأل عن مسألة الصدقة عن صديق يملك أملاك لا يستطيع التصرف فيها.
لان يصرف فيها يبقى هو مش يتصدق عنه، هو يعطيه المال ويتصرف فيه هو كما شاء. يعطيه المال نعم يجوز، يعطيه المال لان الايه الكريمه كما قلنا في هذه الحلقه انما صدقته للفقراء، العلماء يقولون اللام هذه تسمى لام التمليك. اي نعم، انما صدقته للفقراء، تملكه المال هو حر يتصرف فيه، انما صدق عنه قد يكون هو محتاج. فاذا كان ماله هو مغلول اليد عن مال هذا، مغلول اليد عن ممتلكات هذا، محجور عليه، ممنوع التصرف فيه، فبالتالي تعطيه المال الصدقه وهو يتصرف فيها كيفما شاء وفق حاجاته لامور الحياه السته: المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والمنكح. نعم اي نعم. طب دكتور لسه دقيقتين، لو ندعو ان شاء الله نهايه الحلقه باذن الله دكتور. والجزء 24 يا حاج طارق، احنا نضحك علينا معلش دكتور بقى الوقت. طيب معلش بقى، ربنا يسامح اللي بيضحكوا علينا. نعم ما قلت لك اخر عن العقارب دي، العقارب دي ربنا يكفيك شرها يا رب. طيب اللهم امين. لكن هاذكر بس اسمح لي بسنه مهجوره. فضل سنه فضل. مهجوره الجزء 24 فيه ثلاث صور: سوره الزمر وسوره غافر وسوره فصلت. سوره الزمر يعني عفوا سنة مهجورة من السنن التي كان لا ينام النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما يعملها، كان يقرأ سورة الزمر قبل أن ينام. سنة مهجورة، الرسول ما كان ينام كل ليلة إلا بعد ما يقرأ سورة الزمر وسورة الإسراء والمسبحات السبعة. المسبحات السبعة: سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. كل سورة تبدأ بمادة سبحة ماضي أو مضارع يسبح أو أمر سبح أو المصدر سبحانه، ما كان رسول ينام إلا بعد من يقرأها. يبقى كان الرسول يقرأ سورة الزمر سنة مهجورة، أحيا الله قلب من أحيا هذه السنة، نقرأ سورة الزمر كل ليلة قبل أن ننام مع سورة السجدة، إضافة إلى سورة الملك التي من يقرأ كل ليلة الله سبحانه وتعالى ينجي من عذاب القبر، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين في سورة غافر، في سورة غافر طبعا حضرتك ذكرت في البداية: قل لعبادي الذين أصرفوا عن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وسورة غافر سميت غافر لأن الله تعالى ذكر فيها اسم من أسماء لم يذكر إلا مرة واحدة: غافر الذنب. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن يغفر لنا ذنوبنا، فندعو الله سبحانه وتعالى. يقول في سورة الغافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فندعو ونختم هذه الحلقة بالدعاء: اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار بوجهك الكريم يا عفو إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أكرمنا ومن علينا بليلة القدر، اللهم من علينا بليلة القدر، اجعلنا ممن صام وقام رمضان وليلة القدر إيمان واحتسابا، اجعلنا ممن صام وقام رمضان وليلة القدر إيمان واحتسابا بوجهك الكريم. أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مجيدة في صحة وعافية وفي رضاك، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان، كما سنتلو الليلة في سورة فصلت، يعني من أوصاف المستقيمين: ندعوك ربنا أن تجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم أمين، اللهم أمين. هذا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين، ملء الميزان ومتعلمين وملغ رضا وزن عرش. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من يستفتونك. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.